تعودنا دايما في صباحنا مصري شاهيناز ان احنا يكون معانا رساله دعويه كده، فقره صحيح. دينيه في كل يوم، رساله لفضل شهر رمضان المبارك. المره دي هتكون من جامع عمرو بن العاص، اول جامع بني في القاهره، وتحديدا مع الشيخ السيد عبد القادر، وهو امام وخطيب مسجد عمرو بن العاص. شهر رمضان هو شهر طبعا الصيام، وشهر التقرب الى الله سبحانه وتعالى، شهر الدعاء، شهر المناجاة، شهر السؤال لكل حاجة وطلب عايزينه من ربنا سبحانه وتعالى. إن شاء الله تكون يعني دعوتكم مقبولة، وهذا الشهر الكريم اللي بتفتح فيه أبواب الجنة وأبواب السماوات السبع. يا رب إن شاء الله كل طلب وكل سؤال وكل إلحاح وكل حاجة ربنا طبعا يستجيب ليها سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم. هنتعرف مع حضراتكم عن فضل الدعاء، فضل التقرب الى الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم، العشر ايام دول ازاي نستغلهم استغلالا صحيحا. ندعي كتير الايام طبعاً اللي جايه ان شاء الله، يعني ادعوا يستجب لكم ان شاء الله الدعاء مستجاب. تعالوا نشوف مع حضراتكم فضل الدعاء في العشر الاواخر من رمضان. إن من أسباب الصلاح والإصلاح ومن أسباب تفريج الكروبات وإزالة العقبات أن يلجأ العبد لربه تبارك وتعالى ضراعة وإنابة إلى الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يحب الدعاء ويأمر به، والله وصف الدعاء بأنه هو العبادة كما قال ربنا تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الدعاء بأنه هو العبادة، فقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. على الإنسان أن يلجأ لربه تبارك وتعالى وهو في هذه الأيام المباركات، حيث استجابة الدعوات، وحيث غفران الذنوب وتكفير السيئات من لدن رب حكيم عليم يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون. الناظر إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم يجد أنه جعل للدعاء أمرا كبيرا، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء ينفع مما نزل وينفع مما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء، أي الجأوا إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء. وفي هذا جاء رجل إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناديه أم بعيد فنناجيه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل قول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإني قريب أي أسمع دعاءهم وأغفر ذلاتهم. على العبد أن يلجأ لربه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله يغضب عليه، ولله در القائل: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.